السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لطفي الفنان الجزائري تاع الهيب هوب اللي معروف باسم لطفي دوبل كانون، اللي حبوه في الجزائر حبوه في الوطن العربي في المغرب العربي، ويعرفون على المواقف تاعنا وع يعني ردود الافعال تاعنا اللي تكون سخونه وبرفوا تكون كالم. المهم اليوم انا حبيت نحكي على واحد القضيه تاثرت بها بزاف، هي بما يعرف في الانترنت ولا في الجرائد، قضيه خليده تومي اللي هي وزيره الثقافه تاع الجزائر. هذه القضية أثرت بها بزاف، ويعني هي فيها عدة مواضيع للنقاش وعدة مواضيع لازم الإنسان يتولى بهم، وعدة مواضيع تقدر تتقبلها ومواضيع ترفضها تماما. باف ما كانش يعني أي إنسان نقدر ننتقده، أنا واحد آخر كما يقول الإمام مالك، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس كل تدي منها المليح وتدي منها مش مليح، الناس كل تكريتيكاها والناس كل عندك الحق أنك تنتقدها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. دونك أون بارتون دو سو برانسيب، كلنا فينا دي ديفو وكلنا فينا دي كاليتي. تقدر تكون هذه الوزيرة قادرة دارت حوايج ملاح، وقادرة تكون كوزيرة غلطت في أمور أخرى، يعني هذا إنسان طبيعة البشر خير ربي سبحانه ما يغلطش. أما القضية اللي تأثرت بها اللي قاستني فريمون هو قضية التكفير، إنه يجي عالم يكفر إنسان، عالم مثلا من دولة واحد أخرى يكفر إنسان على أساس إنه جزائري والآخر إنه مصري، وعلى أساس حب يزيد يعاود يخلق الفتنة باللي الجزائر ومصر ما يتفهموش. وعلاه يا أخي؟ يا أخي إنك تكفر إنسان فهذا كبيرة من الكبائر، إنك تكفر هذا الإنسان فهذا كبيرة، بلا ما ندخل في الفقه في الكفر القولي والكفر العملي، فكل الحجة تاعك باطلة خلاص. يعني هاد المرأة اللي هي وزيرة، يمكن يجي شاب جزائري ينتقدها فنان ويقول راي ما عاونتناش، راي حايلت علينا، راي ما دارتش مهرجان، راي ما عملتش. هذه نقبلوها بيان سور، وانا يعني من الناس اللي شاك فوا نلقاها نقولها مدينه فلان ما عندهمش مهرجان، مدينه فلان ما عند، وبيان سور كاين اخذ ورد. اما توصل للدرجه انه انسان مش لابس حي، مراه مش لابسه حجاب تقول عليها كافره، ولا مراه ما تصليش تقول عليها كافره، ولا طفله تمشي في الطريق لابسه سروال تقول عليها كافره، هذا مش من معالم الدين تاعنا يعني يا ناس. هذا ولو انه الناس يجيب لك احاديث يقولوا العهد بيننا وبينهم صلاه فمن تركها فقد كفر، يعني لا يا ناس، احنا ناس عدينا على سنوات التكفير. احنا في الجزائر نعرفوا الناس اللي كانوا يكفروا، ونعرفوا وش صار من هذا التكفير، ونعرفوا القتل، وماتوا ناس ضحايا، وماتوا اطفال، وعادوا يفتيوا ويقول لك يروح حسب النيه تاعو، والبيبي اللي في كرش امه اقتلوا ويروح حسب النيه تاعو، سيسال عند القيامه ويختبر. ماناش نحبين ندخلوا في دمه. فالاخ اللي افتى بكفر شخص جزائري، يعني هذا الامام اللي مش نحب نذكر اسمه لاني نحترم مكانته العلميه، فنطلب منه انه يحترم هو مكانته العلميه، ولو انه عده علماء معروفين خاصة في مصر ردوا عليه بقوة، ويعني كان ردهم شديد. بس احنا كما قلت لكم ناس مربيين يعني بالرجولة الجزائرية وبالرجولة المحمدية كما قلت اللي جابها الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا نقدروك يا شيخ، نقدروك في مكانتك العلمية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وربانا كمك، ولأن والدينا الجزائريين الأحرار وشهداء تاع الثورة ماتوا على مبادئ كمك، فاحنا نحترموك. وإنما يا أخي اتق الله اتق الله اتق الله، فهذه نصيحة نمدوها لك، ما تكفرش الناس. وتفكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقول للصحابي ألا شققت قلبه، اسكو خشيت في قلبه وداخله شفت النية تاعو التي لا يعلمها إلا الله. فيا أخي حذاري حذاري من تكفير الناس، فنحن أمة عانات من سنوات التكفير، ولهذا نقول أنا للجزائريين ما تخليهمش يغروكم يا جماعة. احنا عدينا عليها الأزمة بين الجزائر ومصر، وشفنا الناس في لاطيلي كيفاه يكفروا في الشعب الجزائري ويقول لك راهو مش عربي، راهو مش مسلم، راهم ولاد فرنسا، راهم هك. تخليهمش يا جماعه يضربوكم هك، يزيدوا يعاودوا الكره ويضربوكم على جال، يقول لكم لا الوزيره تاعكم كذا ولا كذا. لا يا اخي، احنا ناس نحترموا ناس الكل، وحنا ناس نقدروا قيمه الكفر والايمان. ما كان حتى شخص يجي يقول لك فلان راهو كافر وفلان هو كافر. وهذه قضيه اصلا يعني انا تاثرت بها بزاف، وكاينين دي جون يروحوا في الموجه فنيتوا يا جماعه، والله غير ربي ربي يسر وربي قدر الخير. انا حبيت الرد على هذه القضيه، والله نقول للشباب كل يعني كل انسان يغلط، وكل انسان كيما نقولوا يدير اخطاء، يعني سورتو في العمل تاعو ولا يعني انا ولا واحد اخر، بصح كاينين اخطاء كاينين حدود اللي هي الكفر والايمان،
الإيمان، واحد ما يصل لها، واحد ما فينا يشرك بالله، واحد ما فينا يقول كذا وكذا. فالناس ما تشكوش، والله أنا يعني تلاقيت بها سبحان الله يعني، وقلت لها يعني وش القضية هذه، خلاص توصلت أنهم يكفروا شخص أنت تشوفه الشخص ده ويحكي لك عن ربي ويقول لك كذا وكذا وكذا، تقول سبحان الله. يعني شخص يعني ما نقدرش يعني نصوركم، صح نمن أنا الجزائريين والشباب اللي يقولوا لي يا لطفي راي الثقافة ميتة، راي هلكتنا الثقافة، راي المبالغ المالية. فأنا هاد نقدر نتفهمهم ونقدر نناقشوهم، وربما تلقاها وتناقشها ومم أنا نناقشها، وعليها فلان عنده مهرجان ويبدروا في الأموال، هذه أمور تتناقش فها أخذ ورد. أما أمور تتعلق بربي سبحانه فهذه شعائر من شعائر ربي سبحانه، تخرج فيها ألا ومن يعظم شعائر الله فذلك من تقوى القلوب. فهمتوا يا جماعة، احنا نعظموا قيمة الكفر والإيمان، فما نسمحوش لنفوسنا انه نتهموا شخص بالكفر وبالإيمان. ربي سبحانه يوم الآخرة راح يفتح القلوب ويقول هذا كان مؤمن وهذا كان كافر، وما كان حتى ملاك وحتى نبي وحتى رسول يقدر يقول على شخص انه مؤمن او كافر، كما قلت لكم بلا ما ندخلوا في الفقه في الإيمان القولي والإيمان ولا الكفر القولي والكفر الفعلي. ادي جس حبيت موقف يعني حبيت مدوا يعني بنية خالصة، والله يعني بنية خالصة لربي سبحانه، كما يقولوا بالفرنسية ياك لي لاش كي نبخن با بوزيسيون، يعني غير الجبناء اللي ما عندهمش موقف. عن بالي كان الناس يقولك لا كنا نتخذ موقف وندافع على بنت بلادي، درك يقولوا راوي شيت راوي لا لا يا ناس. الكفر والإيمان ما فيه الشيطة ومش شيطة، الكفر والايمان يا جماعه ما بقاتش. كون جاوا قالوا سراقه وقلت لكم لا انا وما عنديش لي بروف، كون قالوا هكا وانا قلت سراقه مع لا، الكفر والإيمان يا جماعة ما فيهش. كاين مبدأ أني نهضر بزاف برك باش نذكروا العالم، مبدأ يعيطولو الولاء والبراء. يعني أنت يا إنسان يا جزائري كي تتعارك مع باباك في الدار، وكي تتعارك مع أمك في الدار، ولا مع أخوك ولا مع أختك، كنت تخرج البرة ويجيك واحد يقولك والله صح أمك هذيك ما تصلحش تاع مشاكل، فأنت قادر تعطيه دبزة ولا تضربه تقوله مشكلة هذيك تاع دار، هذيك العركة صارت في الدار، ويما تبقى أشرف منك وعزيز عليك ومهما يصير. هذا يعيطولو الولاء والبراء. عديك احنا لما صارت قضية مصر والجزائر تأثرنا بزاف، وقلنا ما تسبوش بلادنا وما تسبوناش وما تكفروناش وما تجهلوناش، لأن احنا نوليو لهذه الأمة اللي ماتوا عليها شهداء ومازالوا يموتوا عليها عجل الديمقراطية إلى يومنا هذا. اسمحوا لي نهضر بزاف، تحية كبيرة للشيخ هذا اللي هضر الكلام، وحنا نحيوك تحية الإيمان وتحية الإسلام وتحية السلام يا شيخ. احنا نحترموا موقف وعلمك ونحترم مكانتك، فاحترم انت بدورك هذا المكان، واعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام وصى ان الايمان والتكفير وهذه الامور كل راي من اخطر واخطر واصعب الفتن. تفكروا عثمان بن عفان يا جماعة رم قتلوه ورم كفروه، والرسول راه بشروا بالجنة وذا النورين خطأ قالوا عليه حرق القرآن، وتفكروا السيدة عائشة الحميراء مرت الرسول عليه الصلاة والسلام اللي اتهموها بالحادثة الإفك وقالوا راي زنات، وتفكروا عمر وتفكروا يا ناس ما تزرعوش الفتنة يا ناس. ربي يهدينا إن شاء الله. تحية ليكم وكل ودا، مش درس يعني للعالم ولا حاجة، لا يا أخي هذه نصيحة من إنسان ربما راني عاصي، وهذه نصيحة لخاوتنا. تحية ليكم كبيرة، كل الولاء والبراء ما نكفروش يا جماعة. كان معكم لطفي دوبل كانا، وربي يهدينا والسلام عليكم. يوم على جال ولاد برادي خليني نشرجي ونمدلغنا يا عادي. الجزائري يا صافي بير اصل واضح، عنده الاسبار وما يخليش المورال طايح، رايح ويدافع الشعوب المحقوره، الحقوق المقهوره تاع البنات وتاع الذكوره. واضح جزائري حب الكفاح، حب يفضح الظلم وما يحوس يقرا كفاه، الخوف جامي كفاه، جزائري يكره الدل ديما يوقف على الحق، مملكان راح يتقتل مملكان يسيح الدم، مهم قدره عالي كيضحي بنفسه بالنسبه ليه الامر عادي. الجزائري بحالي
حاب يعيش ديما عزيز بالسيوفة تاع ماسينيسا والسيلو تاع بنو باديس الجزائري يويميز يضامن مع الغاش الجزائري ديما ساجي كي يغضب يحب يفاجي الجزائري راهو ملاحشي مقاشي يونقاجي كلامو كلام راجل اللي جامي ما حيلاحشي الجزائرية وعاش وشاف قده أزمة كانت لازمة ومنها الناس ولت عزمة ما لسمع لكن الحجار تدير جبال أعلم باللي الصعوبات هي الصح اللي دير رجال ما لا عجال هاد الشي عندنا جيل عندنا جوناس عندهم شجاعة كشهيد علي الزوراس يا ناس الجزائرية ودم سخونة في قلبه إرادة قادرة تريب كل الصخورة قادر صح يخوض حروب بلا حساب بين الخير بين الفساد بين الأفراح والأحزان الجزائري إنسان عبد يعيش بقدره يصبر على القدر حتى نهار يعدي القبر وكيف قدروا اللي قبلوا ربحوا معارك كبرى وغرسوا في قلوبنا المبادئ تاع الثورة وحدة أخوة كوراج معها قوة الجزائرية ده هو محال يرجع لورا الجزائري تاريخ تاعو كبير وباين لابروفا ويحتفل بالهجرة واليناير ليستوار راهي غليظة بدون غلاطة من غارة 54 الغيران تاع غرناطة الجزائري مش محتاج للميديا باهي برهن باللي اصلو راهو من وقت نيوميديا حماديد بربر امازيغ شعبي اصيل جزائري عنده لغة منذ الاف السنين صح المسلمين هما اللي جابوا العروبة وجدودنا كملوها وداو الدين الاوروبا من تم الشعب طرودة وفهم المضمونة يساند ديما خوه يكون ظالم ولا مظلوم العراق الفلسطينة جامي خلنا الامانة جامي خلانا الضمير نعيشو بلا اخوانا ونقولك مالا الشرف تاعنا المحبب هو انو الجزائري راهو من أمة محمد الشعبي دي أصلي يا جزائري دي اسمي هذا التاريخ دي الشعب دي أصلي هذه أرضي اللي كتبت فيها قصتي اللي ماتوا عليها الناس باش أنا نعيش بعزتي